السلام عليكم، وان شاء الله تكونوا كلكم مزيان. عارفه راسي غبرت، عارفه شحال هادي ما حطيتش لكم فيديو، ما قلتش لكم اخباري، ما قلتش لكم شنو هو الجديد. والله غير سمحوا لي بزاف من حاجه لحاجه، كنت اوسبيتاليزي، كنت عيانه شويه، وحتى الخاطر باش هكا ندير فيديو ونهضر ونبقى نعاود ونكون في لوبيتال، فهادشي كامل والله الا طلع لي في راسي. كنتمنى انكم تفهموني، ولكن في الفيديو غادي نقول لكم الجديد، نقول لكم اشنو درت، نقول لكم فين وصلت، نقول لكم حتى الطبيب اشنو قال لي على المراحل اللي جايه واشنو خاصني ندير. وي تايوا يو سيدي، جات وما جاتش بيديها خاويه، جابت معنا خونا الاحمر. وي فتا هو غادي يدوز معنا الفيديو. ما قلت لكم راني ديجا جيت وراني بديت دابا، مهم دابا تقريبا نص ساعه باش بديت. الحاجه اللي بغيت نقول لكم، نورمالمون ما كانش خاصني نكون دابا كندير هاد الحصه، حيت الحصه اللي فاتت كنت درت فيها فيديو وما بقيتش حطيتو الفيديو، كنت كنقول فيها ان هذه هي الحصه الاخرى، وكنت فرحانه بزاف 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 انني حسيت هذاك الاحساس ديال ان هذه هي الحصه الاخرى وصافي ساليت، وما غاديش نبقى نشوف هادشي وما غاديش نبقى ندير هادشي كامل. ولكن للاسف ما تيسرتش الامور، وكنقول لعله خير، تقدر يكون فيها شي خير، هاد التوخيره كامله يقدر يكون فيها شي خير كبير. الحاجه اللي كانوا بروبوزاو عليا الاطباء ايوا سيدي، قال لك خاصني ندير عمليه زراعه النخاع. عمليه زراعه النخاع هي كيجيبوا لي واحد النخاع جديد ماشي ديالي، وكيديروه لي انا، وكيخليوه انه ينتج واحد الخلايا اللي سليمه، لان النخاع ديالي ديما كيعطيني خلايا فيها الكونسير. قالوا لي اول وحدين غادي نبداو نقلبوا فيهم ونشوفوا واش كومباتيبل معاك هما خوتك. خوتي كاملين داروا لي زاناليز، ماما وبابا حتى هما داروا لي زاناليز، اختي مازال ما كملاتش 18 عام حتى هي قالوا لي ماشي مشكل خليها دير لي زاناليز. تقريبا هادشي اللي كنعاود لكم عليه راه داز عليه دابا واحد الشهر ونص، شهر ونص باش درنا هاد التحاليل كامله، وانا كنتسنى وفي نفس الوقت كندير لي زيكزام بري غريف. لي زيكزام بري غريف هادو تقريبا كيحاولوا انهم يقلبوا لك كل شيء، كيحاولوا يشوفوا كل شيء. شفت الكارديو، شفت الغاسترو، شفت الجينيكولوج، شفت لوفتالمو، حتى العينين ضروري اننا خصنا نشوفوا العينين. درت دي تيست على قبل السوفلومون، على قبل الريه، واش باقا كتفونكسيوني مزيان، واش باقا كنتنفس مزيان. شافوا لي النسبه ديال الاكسجين في الدم، شافوا لي تقريبا كل شيء، يعني شفت حتى الدونتيست حتى هو شفته، باش ما يكون عندي حتى شي مشكل في هذه العمليه ديال الزراعه، وباش ما ندير لهم حتى شي انفيكسيون، وباش حتى شي اورغان من لي زورغان ديالي ما يوقف ويتسكن حتى اليوم تمايا وما يقدرش يستحمل. مهم درت هادشي كامل، الحمد لله كان عندي تقريبا كل شيء مزيان الا القلب. القلب فانا شحال هادي قلت لكم ان القلب بدا كيعيا، لان هاد السم الاحمر شويه توكسيك على القلب، ولكن الحمد لله ما كاينش شي مشكل كبير اللي يقدر يحبسني انني ما نديرش لاكريف. الحاجه اللي وقعت من بعد، من انا في نفس الوقت كندير هادشي وكنتسنى النتائج ديال خوتي باش نشوف شكون اللي كومباتيبل معايا وشكون اللي تقدر تجي عندي وتقدر تعطيني النخاع ديالها، ولكن للاسف حتى شي وحده من خواتاتي ما طلعت كومباتيبل معايا. يعني سبحان الله العظيم، خواتات نفس الجينات نفس بزاف ديال الحوايج، ولكن باش يكونوا كومباتيبل معايا ويقدروا يعطيوني نخاعهم فما كانش يمكن. وحده اللي مينور مازال ما كملتش 18 عام هي اللي طلعت كومباتيبل معايا 50%، ولي بارون فهادوك اوتوماتيكمون كيكونوا كومباتيبل معاك 50 50. فدابا انا حاليا رجعت كملت الحصص اللي نورمالمون كان خصني نكون ساليت، ومنكون دابا داخله كندير لا غريف، رجعت كملت لانني ما نقدرش نبقى بلا حصه، حيت تقدر تكون غير واحد سيمانه ولا 10 ايام ديال الفرق يوليو دايرين واحد الفرق كبير ويديروا مشكله كبيره ديال انه يرجع ليا عاوتاني المرض. ولا غريف والمرض ما كيتلاقاوش، يعني ضروري تكون عندك واحد الغيميسيون كومبليت باش تقدر دير الالو غريف. يعني انا هاد النتيجه اللي وصلت ليها فهي واحد النتيجه لربع سنين وانا كنتقاتل معها، ودابا حنا كنتسابقوا مع الوقت.
يعني الا مسحت رجعت لي شي حاجه فانا ما نبقاش نقدر ندير لاكريف. داكشي علاش فحنايا كنحاولوا، واليوم غنشوف معاهم اليوم باش يقولوا لي اشنو القرار الاخير اللي وصلوا ليه. اختي اللي مينور ما بغاوش ياخدوها، فقالوا لي كون كانت 100% ديك الساعه نقدروا نغامروا ونقدروا نقادوا ليها الوراق باش تقدر تجي، ولكن بما انها 50% وحتى ماما 50% فهما طبعا غاديين يفضلوا ماما اللي كبيره واللي تقدر تجيب لها حتى شي مشاكل. المشكل اللي كان عند ماما هو صحيا عيانه شويه، يعني هاد القرار غادي يبقى ديالهم، ونسبه نجاح العمليه ب 50% من متبرع كومباتيبل 50% ماشي هي فاش كيكون متبرع 100%، يعني الاختلاف ديال النجاح كيكون فيه الفرق. داكشي علاش هما نهار الاثنين داروا الصطاف ديالهم باش يقروا واش غادي تجي عندي ماما هي اللي غادي تعطيني النخاع، اولا غادي يديروني في لا ليست لانترناسيونال ويقلبوا لي على متبرع اللي يكون كومباتيبل معايا 100%. يعني انا كنهضر معكم دابا هادشي اللي واصله ليه، هذه هي المرحله اللي فيها انا دابا. درت لي زيكزام كاملين اللي خاصهم يتداروا قبل من العمليه، كان خاصني نحبس حتى هاد السم، وكيف قلت لكم فهما ما قدروش يحبسوه ليا لان يقدر الله يستر في اي وقيته ندير الغوشيت، وديك الساعه فكا يا اللي وحلتيها. مهم هذا هو الجديد ديالي، هادشي اللي كنتسنى انهم يقروا كيف قلت لكم واش غاديين يشوفوا ليا متبرع اولا غادي تجي ماما مسكينه نسخسخها معايا ونعذبها معايا. ولكن الحمد لله هي هادشي ما غاديش ياثر عليها، المشكل اللي غادي يكون هما دوك لي مالادي اللي عندها يقدروا حتى انا من بعد يوليو عندي، مثلا عندها لا تيغويد اولا المشاكل الصحيه اللي عندها وهما اللي يقدروا انا يديروا ليا مشكل. وغتسولوني واحد السؤال اللي سولوه ليا الناس ديال انستغرام فاش عرفوا هادشي كامل، سولوني قالوا ليا واش حنا نقدروا نتبرعوا ليك. انا عارفه راسي ان الحمد لله عندي جيش كبير الا عرف راسو يقدر يدير شي حاجه باش ينقذ لي حياتي فهو ما غاديش يتردد وما غاديش يفكر بزاف، واكيد كلكم غادي تبغيو تمشيو ديروا التحاليل وتشوفوا راسكم واش مطابقين معايا. ولكن للاسف الامور ما كتمشيش بهذه الطريقه، ما يمكنش ليا نجيب ليهم 1000 ديال الناس يديروا ليهم تيست والبروبابيليتي باش يطلعوا كومباتيبل فهي طايحه بزاف، وهذا الشيء ساكوت فريمون شير باش غير انا باش هذوك البريليفمون باش يديروهم خوتي ونصيفطهم هنا راه تقريبا علي المليون باش غاديين يتقاموا. هادشي غير راهم ما داروهمش في المغرب، يعني كون داروهم في المغرب فكان غطلع ليا بمليون كل وحده، يعني غتكون واحد 6 المليون غير ديال لي تيست وفي الاخر يطلعوا ماشي كومباتيبل. وان شاء الله ربي يفرج ونسالي من هادشي كامل. وانا قريبه انا قريبه دوست بزاف ديال الاشواط، دابا صافي بقات غير قربت للنقطه ديال النهايه، يا ربي تيسر فيها ويا ربي ما تعكش ويا ربي تدوز الامور على خير. اللي بغى يقلب اكثر على زراعه النخاع فيقلب عليها يفهم اكثر يعرف انها بشحال كيفاش كدوز، هادو معلومات مزيانين انهم يكونوا عندكم وتكونوا عارفينهم. والله يشافي الجميع يا ربي، وشكرا شكرا شكرا. نخلي لكم انستغرام ديالي هنايا، حاولوا انكم تبقاو معايا في انستغرام فهو كنكون فيه اكثر، وهكا ما تخلعوش عليا وما تبقاوش مبرزطين عليا. عاود نقول لكم شكرا، نكمل هادشي ديالي والسلام عليكم، والله يفرج على الجميع يا ربي.